والله شوف، أنا أحد الناس اللي يدعمون أبنائنا الطلبة، وأدعم أبناء قبيلتي وما فيها شيء. وأن صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لما آخى بين الأنصار والخزرج ضرب 9 رايات للخزرج و3 للأوس. مو معناته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معادل، رسول الله صلى الله عليه وسلم معدل الناس، ولكن هذول عددهم 3 أضعاف العدد هذا. فمن حق كل مكون سياسي، كل مكون مجتمعي، أنه يعني يسعى أن يحقق بعض مصالحه. وبعدين هل أنا في كل ما أنا قلتها قبل، لماذا لا نزرع مواطنة في دولتنا؟ ليش الدولة ما تسعى إلى زرع المواطنة؟ ليه؟ منو اللي يفرق بين الناس؟ منو اللي يسوي الأمور اللي مهي بصحيحة؟ يعني أنت لو سمعت اليوم رئيس الوزراء مجتمع مع مثلا بعض القبائل ومع بعض الطوائف، ليش تجتمع إذا أنت أصلا ما فيك التأصيل هذا؟ شوف الكفاءات وعطهم، لو أنهم فئة واحدة أو من قبيلة واحدة شو المشكلة؟ إذا كانت وطنية صحيح، ولكن هم مشكلة الحكومة هي اللي تسعى للأمور هذه. وبالنسبة لي أنا ضد القبلية بالطريقة هذه. القبلية كلها حسنة إلا في أمرين: التفاخر بنسبك على الآخرين، أو أنك تظلم أبناء القبائل الأخرى من أجل أحد أبناء قبيلتك. أما الباقي كلها حسنة، والله سبحانه وتعالى قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والقبائل شيء فخر للإنسان، وكل العرب أبناء قبائل. جيب لي شخص عربي ليس ابن قبيلة، نحن كلنا عرب أبناء قبائل ونفتخر أن أبناء قبائل. والقبلية حسنة، يعني شوف لما تصير على واحد مصيبة أو مشكلة من اللي راح يقوم فيك؟ وعندكم أنتم مثل مصر، اللي ماله كبير يشتيله كبير.